الأمريكية هيلين جونسون أم تبلغ من العمر 50 عاما. تم ضبطها وهي تسرق من سوبر ماركت عندما حضرت الشرطة ضبطوا معها علبة بيض. بكت للشرطة وقالت إن أطفالها لم يأكلوا منذ أيام. خالف الشرطي دينيس المكلف باعتقالها الأوامر ودفع ثمن البيض للسوبر ماركت. وبعد يومين توجه الشرطي لمنزلها وبرفقته سيارتا شرطة من زملائه محملتان بالأطعمة والأغذية. تأثرت هيلين بما فعله دينيس وزملاؤه، خاصة بعد أن قرروا زيارتها بشكل دوري. برأيك هل دور الشرطة مطاردة المجرمين فقط؟